انت يا خالد مهيب تناس في كل بيوت المقامك لازم انفتنا البيت بقصود يا الحزام اللي خلات سمعتك صدى وصوت من نوايا يمشي خطا ويتال بيضا قصود وش يقعد راسي هذي ليا من تهتا ما تقول الا النبات شي معلقه لا ختم باكيته لا ولا ثاني قفا مدري حرق السقاير او انها تحرقه راسي اللي قش غلا يا ما بدت خفا يا بها قصه كاتبت لا شماغل يا بها تحدا لو انها تحد وتحدا لو تحط بين سندانا يقعد راسي هذي ليا من تهتا ما تقول ان النبات شي معلقه لا ختم فكتها لا ولا ثاني قفا مدري حرق السقاير او انها تحرقه راسي اللي قش غلا يا ما بدت خفا يا بها قصه كاتبت لا شماغل يا بها تحدا لو انها تحد وتحدا لو تحط بين سندانا والمطرقه والله لازمك عندي لسوما حققه والمديح اللي بشر واك جاي الطرا لا تلوم الشاعر قال فيك معلقه يا العديم اللي ما هد يشد الانتباه اشقر الله من شهر لسميني علقه خالد اللي لو وقف وقف الدنيا معه ترك اللي لو وقف ما يثور بالذيه يحموي بالمواقف له وجه وجاء ترك اللي بالمواقف جاب ابن صقه قعد عيال